الحياة في مصر كانت قلق ساعتها، جولة انتخابات أولى وبعدين تانية، كنت عايز أفضي دماغي. بس أحسن حاجة في أمريكا إن أنت بتشوف ناس تانية خالص، مناظر تانية خالص، بتفصل عن أي حد تعرفه. مش حسيبك لو في آخر الدنيا حجيبك، مش حسيبك تبعد عني، مش حسيبك تهرب مني، ده انت حبيبي وانا حبيبك. مين الناس اللي تفصل عنهم يا بيه؟ يا بيه انت بتحلم، فاكر نفسك في مولدوفيا؟ دي نيويورك يا راجل، كلها مصريين. انت أيوة، كمان شويه ممكن تلاقي مثلا مرتضى منصور بيلف في التراك. بلال فضل انا سايبه في مصر عشان يجي لي هنا امريكا وكمان يفتي على الموضوع، يعني هنا في امريكا. المشكله بلال ممكن تسمع منه كلام على السياسه في امريكا في مصر، لكن كل ان هو يجي هنا هو ويقرفني في سنترال بارك ويقعد يتكلم معايا تاني على امريكا، مش حلو منك يا بلال. اللي جابك هنا يا عم؟ صباح الفل. صباح الفل، ازيك؟ ده برنامج مشي في حته تانية خالص. ايه اللي جابك هنا انت؟ ايه، وصلت للعالميه ولا ايه؟ لا سيبك، انا جيت هنا ازاي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت عارف احنا المصريين لازم نجاوب على السؤال بسؤال. بالظبط. انا بشتغل في فيلم امريكاني. ده بجد مش هزار يعني. ده غير ان انت بتاخد تمويلك من المعبد الماسوني. لا ده موضوع التمويل ده، دي الشنطه اللي انا باخد. اللي بتاخد فيها؟ باخد فيزا. التمويل، تعرف كل 6 شهور في جمعيه قدماء الماسونيين هنا في 42 مع برودوي، تيجي تاخد التمويل بتاعك يكفيك بقى السنه بقى بتموينك بسجايرك وكل حاجه. يعني ايه حكايه الفيلم ده؟ والله جيت من في مارس اللي فات، كان عندي محاضره في جامعه كولومبيا هنا في سيمبوزيوم عن ايجيبت، عن مصر، وفوجئت كاتبه سيناريو امريكيه بعتت لي ايميل قالت لي انا، هي كانت عايشه في مصر وشافت جاسوسه طبعا. لا كنت بشتغل في الاثار. جاسوسه اكتر. مش تاجره اثار، استاذه في كولومبيا في الاثار، عشان بس الناس ما يقولكش شغالين في شبكه دوليه لتهريب الاثار وبتاع. وبنعمل فيلم كوميدي عن العلاقات بين مصر وامريكا. العلاقات بين مصر وامريكا. انا بكتب بوجهه يعني زاويه الرؤيه المصريه، هي بتكتب الرؤيه الامريكيه، ومشروع طموح كده. ما انا كمان ممكن اعمل فيلم، اشمعنى بلال يعني؟ ممكن اعمل افلام في امريكا اسميها اسماء مبتكره، مثلا الباشا تلميذ، واحد من الناس، حاحه وتفاحه. انت عمرك فهمت البيسبول ده؟ ولا عايز افهمها، عشان كده عايز نعمل نسخه مصريه من البيسبول. عارف ليه؟ نسخه مصريه من البيسبول نلعبها واحنا قاعدين، عشان بيجروا كتير وتلخبط، لازم نقعد ونحلل الكوره لبعض اريح. ما خدش بالك من واحنا قاعدين؟ ما فيش اي حد وقف وقال لك انتوا بتصوروا يا باشا؟ معاكم التسريح؟ انتوا بتسوقوا سمعه نيويورك؟ لان انا مش محتاج حد يسوق سمعتها اساسا. في امريكا التصوير مختلف من حته لحته. في نيويورك مثلا صور زي ما انت عايز، بس ما تحطش حامل الكاميرا على الارض. سيبنا من التصوير دلوقتي، انا بكتب البرنامج ده علشان اسال على حاجات اهم. هل احنا كعرب ومسلمين بنشتكي من وضعنا ان هو زياده عن اللزوم؟ لا، ما فيش مبالغه اطلاقا، إنما الاشتكاء لا يكفي، لا يعني لابد أن يكون أكثر. لأن الاشتكاء الآن يعني مفهوم التفرقة لا يصف الواقع. الواقع يعني شديدة جدا على المسلمين هنا في أمريكا. الناس ضد بناء المساجد مثلا، عمرنا ما شفنا هذا الحكي قبل سبتمبر 11. الأولاد يعني الضغوط بالمدرسة من الأطفال التانيين، في أوقات من المدرسين مثلا يحكوا لهم ارجعوا على بلادكم، وإحنا هنا ما بنحب المسلمين، وإنتوا اللي عملتوا 9/11. يعني كتير أولادتنا برضو يعني بالنسبة لشخصيتهم الأمريكية والعربية يعني صار فيه يعني حزاز. يعني المسلمين اللي في أمريكا المجموعة الدينية الوحيدة اللي ما عندهاش ماجوريتي جنس واحد، فعندك 38% منهم سود، 22% منهم
من أصل عربي، 28% منهم من أصل آسيوي، هنود، باكستانيين وهكذا. There was a lot of hostility that came from the society towards Arabs and Muslims. And suddenly everybody had an opinion about you. I mean, you can imagine what it's like if nobody knows anything about the Arab world, nobody knows anything about Islam, and then suddenly after one day everybody has an opinion about you. And most of the time that opinion is negative. ما هي على أساس إن بلدنا بتطبطب علينا وبتاخدنا بالحضن. أمريكا ما هياش الجنة، ما هياش الفردوس على الأرض، ولا هي أرض الشياطين، هي بلد زي أي بلد في الدنيا. هي بيحسبها إن هي جنة، هيرمي الشجر ده دولارات في الأرض، مش عارف حدش هيزيدها. لا بل هم بيتعبوا وبيعملوا فلوس أحسن من أي حاجة. بيعملوا فلوس كويسة. تمام. الشباب اللي بيجي النهاردة غير ما إحنا ما جينا البلد دي، إحنا جينا البلد دي طلع عينين عشان نعملوا 30 دولار. النهاردة الشاب من دول بينزل من الطيارة بيعمل 120 دولار يوميا. وبوظوا حق عليكم. هو يقول لك بكرة يبقى عندي بيزنس، وبكرة يبقى عندي عربية، وبكرة يبقى عندي ماشي. ونوعية بسيطة قوي اللي تلاقي ناس محترمة وناس قنوعة. انكش أي مصري أو عربي رأيه في الآخرين، شوف هيقول لك ايه على السعودي، والسعودي هيقول ايه على المصري، والمصري هيقول على الفلسطيني. مش عايز اكرر الكلام العنصري. شوف جوه مصر بنتعامل ازاي مع النوبيين حتى لو كان بهزار. انا شخصيا عملت ده في واحد من افلامي السخريه من الروسي جوزوه بنتهم. احنا بنتكلم ازاي؟ احنا بنهرج. فين بقى الاسلام في الحكايه دي؟ فين لا فضل لابيض على اسود؟ احنا في داخل مصر احنا كلنا بنلبس البدله بتاعتنا تاني، بنيجي هنا بنخلع البدله النظيفه بنبقى بالبدله الوسخه. نو نو نو، هو دي الجنسيه المصريه. في امريكا ما بتفرقش بين مين معاه فلوس ومين معهوش فلوس. في مصر اللي معهوش فلوس هيبان من لبسه وهيبان من كل حاجه. هنا في امريكا كله شكل واحد. من عندك المورمنز جزء من الديانه المسيحيه، ما دخلوش السود في قياده الكنيسه بتاعتهم الا 78. انا كنت عايش في احدى دول الخليج، ورئيس من رؤساء هذه الدولة كنا قاعدين مع بعض، قلت له أنا راجع بلدي أمريكا. قال لي إيه أكتر حاجة أنت مفتقدها هنا موجودة في بلدك؟ اللي هو إيه بقى؟ يا عم سيبك يا عم، ما إيه فلوس، مشكلتك فلوس، خد فلوس. قلت له أكتر حاجة أنا مفتقدها في أمريكا مش موجودة هنا، مش هسكن البلد، الإسلام والمسلمين. عارف محمد عبده لما راح في فرنسا وقال لك إسلام جميل مفيش مسلمين، رجع مصر قال لك واو مسلمين مفيش إسلام. في بلد خليجية بس مش عايز أذكر أسامي البلاد ولو أنها معروفة، يعني فيها رسمي كده على البطاقة الشخصية مواطن من الدرجة الثانية. تخيل، تخيل في هذا العالم المتحضر في حاجة اسمها second class citizen. أنا عشت مثلا بالفترة في مدينة يمكن أسبوع 10 أيام في مدينة على حدود أوهايو وبنسلفانيا وسط الأمريكان. أنا دي من النقطة اللي بحبها، أن لما جيت هنا غير أن أنا علاقاتي بالأصدقاء المصريين وكذا بنزل بنفسي بتعلم. يعني رحت قعدت في مدينة مع الأمريكان مش بس عشان أحسن لغتي، عشان أفهم طريقة الحياة. والله ما في حد أسأله. أولا بص أنا بدأ تمام، ودقني يعني ما هياش دقن إيطالي، يعني دقن ممكن تبقى مثيرة للشبهات إطلاقا. يعني أنت شوف حال الناس اللي هم غير مسلمين اللي قاعدين في الخليج في 125 درجة مئوية فارنهايت، مش قادرين هم يشربوا مية. هل ده الإسلام؟ هل الإسلام أن أنت مرأة تخش انتخابات ويتحط صورة وردة بدل صورتها؟ هل ده الإسلام؟ أنت لما تقرأ الـ 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 النضال اللي خدوه السود وحركة الحقوق المدنية في أمريكا، أو حتى الأجيال اللي موجودة دلوقتي من اللاتينيين والبتاع، حاجة مشرفة. We lived in Virginia. In Virginia it was illegal for a black person and a white person to live together. In 1967 the law changed. A year later. Now, people think, well, that was a long time ago. But that law was in many other states, and the last state to change that law is Alabama. It changed in 2000. In 2000, so only 12 years ago. 12 years ago, a black person and a white person can't live together. Cannot legally live in the state of Alabama. انت مثلا شوف اي صورة لمارتن لوثر كينج وهما بيعملوا المارش للسود اللي في امريكا، هتلاقي في بيض ما بينهم كتير في الصورة. دول يهود امريكا حاسين بالاضطهاد، وهم عشان كده ماشيين معاهم، وعشان كده ماشيين معاهم، عشان كده ماتوا معاهم وشهداء معاهم، زي ما احنا عندنا شهداء ثوره في هنا في البلد دي، شهداء سيفل رايتس موفمنت، يعني حركات، يعني حركه سياسيه عشان الناس تاخد حقوقها. عمري ما شفت واحد ناجح الا لما عمل حاجتين. اولا ما خدش موقف دفاعي من امريكا،
هجم دخل عارف اشتبك بالحياة وبقى مش واخد بقى موقف الحياة وهيدونا والبتاع ومشي طبقا للقواعد اللي موجودة الاجتهاد الشغل الهارد يبقى انك تبقى هارد وركر زي ما بيقولوها انك تبقى مدردح يعني تستخدم الدردحة فكرة ان انت تقعد بقى ايه تستنى الانصاف وتقعد تتكلم طول الوقت اصله مش هينصفونا لو فهمت قوانينها وفهمت الروح الحياة فيها تقدر تتعامل مع ده تقدر تنتزع نجاحك من ده هتقعد بقى تعيط زي ما انت هتعيط في بلدك هتعيط هنا بس كل ده كلام نظري فين الحقيقة اللي على الأرض؟ متنوعة جدا من أول الجراحين العبقرة لحد الناس اللي شغالين في شركات الاتصالات والمالتي ميديا والكذا لحد العبقرة برضو بتوع عربيات الفلافل يعني أنا شفت واحد في شارع 42 في قلب التايم سكوير على بعد خطوات من التايم سكوير يعني عندهم عربيتين عربية فلافل وجنبها عربية عصير فالواد رايح يحمل باين يجيب حاجة من المخزن أو بتاع فراكب البسكليتة وهو طالع ما يقول صلي على رسول الله Is this حلال؟ حلال يا باش Is this حلال؟ حلال يا باش تكلم عربي؟ بتكلم عربي طبعا ومصري كمان هو الناس كلهم هنا هو بيكلموا مصري حتى لما جيت هنا أمريكا كل هنا مصري في مصر يا باش أنا نفسي أعرف حاجة واحدة العرب هنا هو عايشين ازاي؟ عايشين تمام التمام يا ريس. شكلها لسه ما سبتش مصر اساسا. لكن الاكل مش كفايه. انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل ورا كواليس الصناعه دي بنفسي. دخولك انت مجال الهوت دوج ده جه ازاي؟ ما هي برضه جت ازاي؟ جت عن طريق برضه ناس اصحاب. جه قال لي يعني المكان ده كويس، الحاجه دي الشغل ده كويس وبرضه ما بيبيعش حاجه ما فيش فيها حاجة حرام ولا الكلام ده وده كلها فلوسها حلال يعني السلام عليكم السلام عليكم اخبارك ايه ازيك عامل ايه كله تمام انا سمعت ان انت يا استاذ اشرف عملة المصريين هنا اللي بيشتغل في صناعة الهوت دوكس ده صحيح طبعا طبعا انت بقالك كام سنة هنا 22 سنة 22 سنة عندك كام عربية يعني والله انا مع واحد جريجي انا مش واحد جريجي شرك تمام مش هنقدر نقول العدد سيب العدد ده خليه بيننا طب عشان الحسد بس الهيلث ديبارتمنت لازم بيجي يتشيك على العربيه لو في اي حاجه اي فايليشن او اي حاجه بيدي لك تيكت عليه والتيكت بتاعها حاجاتها غاليه التيكت مش رخيص الناس فاكره ان الشغل ده سهل بالعكس انت حتى الفود بتاعك باين قدام الناس كل عربيه عندها السواق بتاعها او عندها السواق اللي هو بيوديها لغايه الجراج لازم عربيه تروح الجراج كل يوم تتنضف وكل حاجه الحاجات القديمه كلها بتترمي ويبتدي يحضر اليوم الثاني وضعك هنا هو كواحد عندك البيزنس ده ووضعك في مصر كمحامي للنقط تقارن بين الاثنين ازاي لا محامي بالنقط دي هناك عسل فعلا طب ليه انت ما ترجعش مصر البوستيجن بتاعي انا مين قالك ما برجعش مصر انا في مصر على طول لان لسه جاي فعلا يعني انت في مصر شغال محامي نقد وهنا عندك راجل محامي ده. وعندي ده بيزنسي والراجل بتاعي ده موجود في راجل تاني بعد منه بيجي والله العظيم الله ينور لا شغلي شغل انا بنيته من 23 سنه للاسف الطبايه اللي في مصر خلت ناس في امريكا ممكن تتكسف ان يتقال عليها انها بتشتغل الشغل دوت انت في مصر هيتبص لك ان انت واقف راجل بتبيع في الشارع هنا زي ما انت شايف الناس حتى اللي واقف في اللاين انت ممكن تلاقي واحد سوبرفايزر كبير واقف في اللاين بتلاقي مدير واقف في اللاين الناس اللي بتيجي الزبون اللي بيجي لك الكاستمر اللي بيجي لك بيجي جاي انت بتدي له خدمه فهو بيحترمك طب انا عايز اسالك سؤال بصراحه انا لما كنت بكلم مع ناس كتير مصريين ان هم يصوروا معانا كانوا يتكسفوا يصوروا معانا يعني. لا الناس بيقول لك منظرنا ومش منظرنا مش عايزين اهلنا يشوفونا هناك وكلام منا وبتاع انا بكلم الامريكان بيقولوا دي عايزين يشوفوا الفلوس بس يعني كل بتوع الهدوج وبتوع شيش كباب وتشيك رايز عملنا مظاهرات المصريين من 59 لحد الجراند زيرو لحد العمرتين لحد المركز التجاري وفي الاب تاون والداون تاون كلهم مصريين وعرب دلوقتي نزلوا المظاهرات يجي 3000 واحد ولا 4000 واحد وجولياني في الاخر استجاب لكم جولياني في الاخر استجاب لنا وفتح شوارع بالمحكمه لما خدناه المحكمه كل حاجه بالقانون ما حدش جه قبض عليا هناك لو تتكلم مع صابط بدبوره هيتقبض عليك وتتضرب وتتهزى لان ما فيش ديمقراطيه ولا في حريه ولا هتبقى في ديمقراطيه ولا حريه ومصر هتفضل هي هي ايوه كده انا هقول لك رساله ابعتها للقضاء المصري وقولها لهم وبالذات احمد الزند قول له يجي يتعلم من امريكا ما معنى كلمه قاضي او مستشار لما بيقعد يتعامل مع الناس داخل المحكمه زيه زي العسكري اللي بيحرسه زيه زي السكرتير زيه زي الفراش اللي بيكنس الارض يجي يتعلم ان القضاء هنا هو ده القضاء النزيه وكانت هذه رساله
من احد عربيات الهوت دوغ الى احمد الزند في مصر. السلام عليكم استاذ باسم يوسف معانا حضرتك. You missed the best sandwich in your life. بس كده؟ يلا بقى خلصت بيتكم سندوتشين بقى. يلا بتاعت صاحب بس بقى اسبوع. يلا مش بس من مصر، من حتة واحدة في مصر. احنا اكتر من 2000 واحد من قرية واحدة هنا. من بطا بنها بطا. من بنها. منين في بنها؟ من بطا. نيويورك هنا منها. بس دي قصة طويلة. يا ابن المتلهوينة ما تغور من وشينا، يا ابن المتلهوينة ما تغور من وشينا، كارهين خلقة جنابك وجودك وسطنا، يا ابن المتلهوينة يا ابن المتلهوينة.